ما حكم قتل الحشرات في الحرم؟ ايش؟ قتل الحشرات في الحرم؟ حشرات مثل حرم ايش؟ مثل يعني ايش يعني يؤذي ولا شيء؟ مثل ايش؟ يعني مثل الطيور ولا شيء؟ طيور ولا شيء؟ حمام؟ حرام ولا شيء يعني؟ السؤال يسأل يقول ما حكم قتل الحشرات في الحرم؟ وأردت منه مثال للحشرات ولكنه عجز وقال الطيور. ها؟ ايش يعني مثلا؟ اي شيء عجز. قتل آدمي؟ آدمي؟ أنا أدري. أنت تقول أي شيء؟ يعني ما قتل حشرات يعني؟ حشرات مثل إيش؟ مثلًا يعني صار. لا أحد يتكلم. نعم. إذا كان داخل حرم. يعني مثل إيش؟ مثلًا مثلًا نمل ولا شيء. النمل أنا ما رأيت نملة في الحرم. يعني حكمه يعني ما. حدد لي يعني. أنا الآن شف أنت فهمت إن من الحشرات الحمام. أنا عندي مثال، هذا مثال اللي مثال. مثل إيش؟ البعوض. البعوض لا. طيب. على كل حال الحشرات ونحوها ثلاث أقسام. قسم أمر الشرع بقتل، فهذا يقتل في الحل وفي الحرم حتى لو تجده في وسط الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العظيم. والوزغ أيضا مأمور بقتله. أتعرف الوزغ؟ نعم، البريص وأبرص يسمى، وسمى السامة الأبرص، له أنواع، والوزغ وإيش والضاطور. المهم لكثرة وجوده بين الناس كثرت أسماؤه. على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ، وقال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم. سبحان الله، هذا الحشرة الضعيفة سلطت تنفخ النار على إبراهيم، لذلك نحن نقتلها امتثالا لأمر الله تعالى وانتصارا لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنها تنفخ النار عليه. طيب، هذا القسم. القسم الأول ما أمر الشرع بقتله فهذا يقتل إيش؟ في الحل والحرم ولا إشكال. الثاني ما نهى عن قتله فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، مثل النملة والنحلة والهدهد والصرة، هذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، إلا إذا آذى فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم ينتفع إلا بالقتل قتل. أفهمتم؟ طيب، الثالث ما سكت الشرع كالصراصر والجعلان والخنفساء وما أشبهها، هذه قال بعض العلماء إنه يحكم قتله، وقال بعضهم إنه يكره، وقال بعضهم إنه يباح، لكن تركه أولى. هذا قول الثالث الأخير والصواب، أن قتلها مباح، والدليل أنه لم ينهى عنها ولم يؤمر بها. نعم، لم ينهى عنها أي عن قتلها، ولم يؤمر بها أي بقتلها، مسكوت عنها. لكن الأولى عدم القتل، الأولى أن لا تقتل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فتح تسبح الله عز وجل، لا تقتل، لكن لو قتلتها عليك إثم؟ أجيبوا جماعة لا. انتهينا الآن من الحشرات المحرمة، بقينا في الأشياء الحلال. معروف أن مكة شرفها الله عز وجل لا يجوز فيها قتل الصيد، كالحمام والبط والأرانب والغزلان وما أشبه ذلك. نعم، انتهى. طيب، البعوض من أي أقسام؟ إليك مما أمر به ولا لا؟ يا قد نقول إنه مما أمر بقتله قياسا على الخمس، لأن البعوض مؤذن بلا شك، أرجته واضحة، أحيانا تقرصك البعوضة وينتفخ الجلد وربما يسبب جروح،
جروحا فهي مما أمر بقتله. طيب إذا لم نتوصل إلى قتله إلا بالصعق كما يوجد الآن مما يعلق في المقاهي والدكاكين والمساجد أيضا، فهل نفعل أو لا نفعل؟ نفعل ونضع هذه الصاعقات حتى تجذبها الصاعقة.